في اليومين اللي فاتوا كلمة أو عبارة منفتح على اتكررت في واقعتين. وقعت اللقطة اللي حابب برضو أقف معاك عندها، لقطة محمد صلاح وهو خارج بعد يعني ما طلب استبداله في دقيقة حاجة و70 تقريبا في اللقاء الأول في الدوري، بقى النسخة دي من الدوري الإنجليزي، ليفربول قدام تشيلسي. وأنت أكيد شفت حالة الغضب اللي كان عليها محمد صلاح، وكان طالع يعني قالب وشه تماما، وخدنا بالنا إن يورجن طبعا من نفسه مش واخد باله عشان ما يضطرش يدخل في أي في بعض الصحف مشاحة. حاولتها بالأمس، يعني نزل في أحد الصحف أو إحدى القنوات الشهيرة القطرية الرياضية القطرية، قالت إن في مصادر ليها إن محمد صلاح بات منفتح على الانتقال إلى الاتحاد بعد ما كان الله رافض. يفتح عليك. بعد اللقطة دي بعد الكلام ده اللقطة ابتدى دي، يتقال. لكن أنا أعتقد صعب يعني، أنا يعني ولا أتمنى بصراحة، مش عشان يعني أكيد الدوري السعودي دوري قوي جدا وكل حاجة، لكن محمد صلاح يعني هو النجم الوحيد لينا، يعني بعكس نجوم مثلا كتير مثلا سواء برازيليين أو أفارقة حتى احترفوا دلوقتي في الدوري السعودي، إحنا يعني عندنا محمد صلاح، محمد النني، الأسماء بتاعتنا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى مش كبيرة، وصلاح قادر على يعني تقديم الإضافة، إحنا شاهدناه في مباراة ليفربول وتشيلسي، هو اللي صنع الهدف بتمريرة ساحرة لويس دياز، وكان قريب جدا من تسجيل هدف، وكان يدخل يعني تاريخ البريمير ليج كأول لاعب يسجل أكتر عدد من الأهداف في جولات افتتاحيه بتاريخ المسابقه بشكلها الحالي. لكن طبعا هو قرار كلوب وقرار خاطئ، لكن برضو عشان اكون يعني امين مع نفسي امين مع الساده المشاهدين، برضو رده فعل صلاح يعني كان المفروض هو لاعب مبالغ فيها سنه. مبالغ فيها سنه، كان المفروض يبقى في كنترول اكتر طب من ليه كده. القرار كان خاطئ في رايك؟ يعني هو في الاخر يعني هو نفسه يورجن كلوب نفسه قال في المؤتمر الصحفي ما معناه ان طبعا محمد صلاح ما معناه انه ظاهره كرويه ومحطم للارقام القياسيه، لكن في الاخر انا المدير الفني. هو بالتاكيد ما هو كلام موزون برضه. بالظبط، هو كلام كلوب كلام محترم جدا، لكن كقرار فني لا انا مختلف معاه، لان انت ليه؟ التبديلات اللي نزلتها اصلا مش تبديلات هجوميه، انت واحد واحد وانت خارج من موسم ماضي صعب جدا، وبتبدا قدام تشيلسي وفي ملعب تشيلسي وعايز تحقق مكسب، تقول للناس انا موجود والموسم ده هيبقى مختلف عن الموسم اللي فات ويكون بدايه قويه، طبعا دي مش مؤشر على الموسم ده، لكن انا بتكلم انت كنت عايز تحقق الانتصار. محمد صلاح هو اللاعب الوحيد حاليا القادر على الاحداث الفارق في ليفربول، شاهدناه في الشوط الاول اكتر من فرصه، كره في العارضه صنع الهدف لويس دياز، الهدف لم يحتسب بعد الرجوع لتقنيه الفي اي ار، فلا يعني كان المفروض محمد صلاح يكمل، لكن ده ما يبررش يعني رده فعل محمد صلاح المفروض يبقى فيه، لان هو وصل لمرحله احترافيه كبيره جدا، فكان يفترض ما يكون هو عنده عشان اكتر من كده. وصل للمرحله اللي انت بتتكلم عليها ناس كتير اندهشت شويه بالظبط او انزعجت حتى، بالظبط خلينا نقول من مبالغته في رده الفعل بالظبط بتاعته. يعني بالظبط، لان هي كمان جايه في وقت هيبقى فيه القيل والقال كتير، لكن انا برضو يعني صحيح انه ما عجبنيش يعني ان كلوب غير محمد صلاح، لكن في نفس الوقت كلوب اولا لم يتحدث معه، تركه خالص في طبعا المباراه عشان ما يحصلش اي تنشن طبعا قدام الكاميرا والصحافه طبعا الانجليزيه في الحاجات دي، يعني ما بتصدق اوه بصراحه، يعني طبعا والصحف العالم كلها احنا كصحفيين في الاول وفي الاخر احنا هدفنا يعني بنرصد اللقطات طبعا والخبر، طبعا. لكن في نفس الوقت الحمد لله ان ده كلوب الناس طلعت من ماتش امبارح كله على فكره باللقطه دي، بالظبط بالظبط، وقفوا عندها هي وفي بس اوروبا يعني. مش في مصر بس عشان طبعا محمد صلاح، طبعا حتى في الصحف البريطانيه تحديدا، لكن انا يعني لا اتمنى ولا اتوقع ان محمد صلاح الدوري السعودي طموحه كبير جدا، ورامي عباس نفسه من كام اسبوع نفى القصه دي تماما وكيله طبعا، وقال ان احنا يعني مستمرين مع ليفربول حتى على الاقل حتى نهايه العقد في 2025، وانا اتمنى ذلك باذن طيب. الله.